استقبل سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي الدكتور حمد الله محب مستشار الأمن الوطني بجمهورية أفغانستان الإسلامية، وذلك بمناسبة المشاركة في فعاليات حوار المنامة. وخلال اللقاء استعرض سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مع مستشار الأمن الوطني بجمهورية أفغانستان الإسلامية العلاقات المتميزة والثنائية التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية أفغانستان الإسلامية وسبل تطوير التعاون المشترك بين البلدين على الأصعدة كافة خدمة للمصالح المشتركة، مؤكدا سموه على أهمية زيادة حجم التنسيق بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات دعما للاستقرار والأمن العالمي. من جانبه أعرب مستشار الأمن الوطني بجمهورية أفغانستان عن تقديره للدور الكبير الذي تقوم به مملكة البحرين في سبيل توحيد الجهود لدعم الاستقرار العالمي، مؤكدا على أهمية تقوية العلاقات الثنائية بين البلدين. وخلال اللقاء بحث سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ومستشار الأمن الوطني بجمهورية أفغانستان عددا من القضايا محل الاهتمام المشترك.